أيوة واضح الخطة. يا سلام يا سلام، جايبين من الصبح عندنا فكرة مقطع. أتوقع واضح من هنا، عرفتوا وش السالفة؟ أتوقع يمكن اليوم في إصابات. لا إن شاء الله يا أخي، تفاعل تفاعل تفاعل. يا صباح الخير. صباح الخير. لحظتين في الطلعات دايم، الشروق والغروب، فإذا ما طلعت في الوقت هذا أنت ما نبقى ما عندك سالفة، بس ما عندك سالفتين. طبعا الشباب ما يطلعون نفود كثير، فقلت اليوم لازم أعيشهم جو النفود. وش جو النفود؟ يقولك تطلع نفود ما تغرز ما طلعت، عشان كذا ها ما تحفر ما طلعت. لا لا، فقلت يا شباب لازم أعيشكم جو البار، وانك لازم انك تغرز. فطا شوي غرزتهم تغريزة كذا بسيطة بسيطة كيف بسيطة بسيطة اهم شيء مبسوطين. ترى شوف طلعنا طنترة. لا لا يا شباب يا شباب. موزة تزحلق وخلى شو اسمه اللوح يتزحلق الحالة هناك. عاد نزل راح يجيبه، شوف مات في نص الطريق من التعب. يلا بموسى ما سبيت والله. يقول لا تسب محمد ولد عمي. يا سلام أبا وش ده محمد؟ طيب يا وسيم، هذا أول نزول وسيم. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، والله إبداع. والله ما شاء الله تبارك الله. ثانية بتكمل؟ اصبر. يا سلام. يلا 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 شوف يلا شوف يلا شوف. ايوه 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 يا هوسي، ايوه يا هوسي. ولا اول ولا اي شيء يعني، تعال بس تعال. يلا يلا والله يمديك والله. انا قبلك ها. يلا بسم الله. واه نذا ثقيل. بطل ابو ذا. كفو شلهوب كفو. داعم والله ما شاء الله عليه، ما شاء الله كيف الله. كفو يا الشبك يا عبد الله. سلام عليك. تدرون وش يا رجال؟ يا رجال يقول كسر زجاجة. يا رجال كفو والله. معليش وجهي كله تراب وما اشوف زين اصلا، فيعني مشوا تكفون. على العموم شفت النزله الاخيره الحلوه، وانا نازل ضربت في شيء باللوح. ايش تتوقعون؟ تسمعون الصوت؟ نابل شو ضربت فيه؟ يا جماعه الخير حرام عليكم، مو معقول والله رامي قزاز. تخيل طحت على وجهي يعني. عبد الله ولد عمي راسه دخل في التراب كذا مره، دخل تخيل انه داخل راسه على ذي، شو بصير له؟ تشليح. وايضا عهدت نفسي اني في اي مكان اروح له اشيل الوسخ حقي ووسخ غيري، عشان باذن الله يصير مكان افضل. لا تسوون الاشياء هذه. ايام عشان نفطر ونوسع. معليش عارف فطور الساعه 12 ونص، لكن هذا وسيم اذا طلعت معه هذا ال... انت شايف ايش مسوي هذا الاخ؟ ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه. يا مال العافيه ابو يزن، يا مال العافيه والله يا ودلعنا دلع. يا طبعا هذا الفطور اللي جاب معك والله يستاهل، يستاهل الصبر هذا يستاهل.